حتى لو هي ضاعت يعني ايام الاخوان دف هجمونا في برج العرب، كسروا المصانع، عملوا كذا عملوا كذا، دمروا، لكن احنا حمدنا ربنا. الوقت ده كنت هتمشي، الوقت ده كنت همشي وقفلت وتخانقت مع اسمه ايه ده مرسي في الاتحاديه وجسي ان ان الى اخره الى اخره الى اخره، لكن الحمد لله صمت وقفت وعملت وحمدت ربنا سبحانه وتعالى، واخد بالك، وراضي بحكم ربنا ومقاوم ومكافح. فانا معروف عني ان انا مكافح ولا اياس. هل سبت ارض العالمين للنادي الاهلي فعلا؟ انا بص، هو تخصصت ايه قصة؟ لا لا، بص، اولا البطل هو الكابتن محمود الخطيب، مش محمد فرج عامر. كابتن محمود الخطيب طبعا. في ايه بس هو بقى يعلن بقى؟ مش انا. في ايه اللي حصل؟ ما هو دلوقتي كانت الخطه ان يتعمل فرع. حضرتك معانا في البرنامج ده عرضته المخطط وخلاص، وانا هعمل نادي جديد باسم تاني وقصه تانية، وعرضنا استاد وعرضنا ابراج وعرضنا حاجات كتير جدا. بالظبط الكلام ده من سنتين. بالظبط. ايه بقى اللي حصل؟ مجلس اداره النادي نادي سموحه مش عايزين. نادي سموحه قال مش عايزين. ف طبعا خلاص، فاتلغى التخصيص يعني. فطبعا النادي الاهلي تقدم بطلب الايه؟ التخصيص الارض دي. فخد الارض دي بقى ان شاء الله، وده مصلحه للاطراف، بس انا مش من حقي اتكلم. لان انا غلط ان انا اتكلم. لان يعني في اتفاق عدم افشاء المعلومات. ما فيش معلومات. فهو حد بتقول اللي موجود. النادي الاهلي يعني لو يعني الدنيا ماشيه طبيعي هياخد فرع. الفرع ده مش هيحمل ميزانيه الاهلي حاجه خالص. ليه؟ مش من التفاصيل دي يقولها كابتن محمود الخطيب ويقولها مجلس الاداره مش انا. لان انا مش من حقي اتكلم عن الموضوع ده. هيبقى في هناك فرع. فرع 43 فدان. 43 فدان عملاق. عملاق هيسوق العالمين. وهيرفع مستوى المدينه. ومصر كلها فرحانه. والاهلي اجمد علامه تجاريه هتبقى موجوده في العالمين. حاجه خطوه عملاقه عملاقه عملاقه. بس انا يا احمد بيه لو الاهلي زعل مني حضرتك السبب، لان انا مش مصرح ليه اتكلم باسم الاهلي. 43 فدان. انا مش عضو في الاهلي. فرع جديد. انا مش عضو في الاهلي. انا مجرد فكرت تاخد عضويه الاهلي؟ لا، ما حصلش. انا كله سموحه. ما فكرت. انا بحب الاهلي طبعا بعد سموحه. يعني وانا لما بعت لعيبه بعت للاهلي وبعت للزمالك. وللزمالك اكتر. بس سموحه ثم سموحه ثم سموحه ثم سموحه. الاولويه سموحه. لا مش الاولويه. الاولويه كل حاجه كله، لان انا مسؤول عن سموحه. وانا قدام ربنا مسؤول عن سموحه. مشاعري دي جوايا بس. سموحه يلعب الاهلي، انا عايز الاهلي يكسب. وبعت للزمالك يكسب. لا قصدي سوري، عايز سموحه يكسب. قسما بالله العظيم عايز سموحه يكسب. ما هو بص، قسما بالله طبعا عايز سموحه يكسب. طبعا طبعا. وكسبت الاهلي كتير. وصلت لنهائي الدوري. وكسبوا مني النهائي بجون اعتباري. واحتجيت. وكذلك مع الزمالك. وبعت للزمالك وبعت للاهلي. انا مش متعصب. انا مش متعصب. ومرتضى منصور كان في البرلمان يقعد يدور عليه ويقعد جنبي. اصل كانت قال ان الارض ديت حضرتك تخليت عليها عشان تديها للاهلي. يعني اتقال. ما انا عايز حاجه تقول يعني ترد. والله العظيم تلاتة. ان مجامله للنادي الاهلي، وبالتالي هي ارض واخدها من الاول عشان النادي الاهلي وليس عشان سموحه. اول حاجه دي طلعت تخصيص باسم نادي سموحه. ونادي سموحه عملوا اجتماع في الكلاب هاوس وقال يا جماعه دي فنكوش. دي فنكوش. مفيش ارض. لا، في ارض وكده، بس دي فنكوش. ده وهم. رئيس النادي السابق بيوهمكم. باع لكم الوهم. وناس بقى اتقال كده على كلاب هاوس. وناس تصرخ واشتكوني في 24 جهه. 24 جهه. بص، جميع انواع الجهات اللي في العالم. خلاص كل عشان قالوا ايه؟ ده فنكوش. فنكوش. دي نصبه. نصبه. انا قالوا كده. نصبت عليهم. عارف سيادتك كام جهه؟ نادتني تسال. تسالني كام جهه؟ كام جهه؟ تتخيل؟ كام؟ ولا جهه. ولا حد سأل. هم اشتكوا في 24 ولا جهه سألت؟ قسما بالله اشتكوني في 24 جهه. ولا حد سأل. قسما بالله. ولا تعالى ولا ايه الحكايه؟ قسما بالله. وكان في ناس من الاعضاء حاجزين. الناس جم يرجعوا وانا بقيت فرحان. بس بقى في ناس ثبتت. والناس جم قالوا احنا بنثق فيك. عدد قليل. رجعت كام؟ 1468 شقه. واللي بقى يرجع بقى ياخد فلوسه. واخد بسيادتك يرجع. محدش ليه باقي. محدش لا، في لسه ناس ليها يعني متجدوله. جمعت قد ايه في الوقت؟